السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم متألقين متميزين. مرحبتين بكم في حلقة جديدة. معانا اليوم ضيوف الحلقة الأستاذ الكبير والفنان الرائع لأذهل الجمهور الأستاذ الكبير اللي مثل عدة مسلسلات ومسرحيات الأستاذ أحمد كابوكا. مرحبتين بك. مرحبتين بك. والأستاذ المتميز الرائع مصباح المزداوي. مرحبتين بك. فعندي برنامج جميل جدا اسمه طراطيش للمبدع الشاب. اشتغلنا قلب اعمال السنه هذه وان شاء الله ينالوا اعجابكم. وان شاء الله شخصيات بطوله ان شاء الله خير من زمان. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شكرا ليلى. احمد كابوكا، قلت لي انت في مسلسل طراطيش بطوله عندك او شنو عندك في مسلسل طراطيش؟ والله مش طراطيش. مسلسل طراطيش انا كنت معهم طبعا في الانتاج. طبعا انا عرضوا علي ان اخترت حتى الاستاذ مصباح من الناس اللي اخترت. بالعكس اللي اخترت انت قبل الهواء قلت لي اني عندي بطوله في طراطيش وتو قال الاستاذ. لا هو كان عنده بس في طراطيش وعنده عمل ثاني. لا هو قال لي قبل الهواء اني نايه بطوله في مسلسل. بالك انا تلخبطت لكن في العمل خرف غيره. قصدي نحكي اني على اختيار الشخصيات. كنت انا مختار في مسلسل طراطيش الاستاذ مصباح. انا اتصلت بالشباب وقلت لهم شوفوا الاستاذ مصباح كممثل كذا كذا. ورغم اني السنه هذه اللي بنسيب صراحه لكن يلا جاني. لا اكيد احنا اصلا. لا بالعكس. لا هو اني تعبت صراحه. تعبت مثلنا هلبا وجرينا هلبا يعني سويت 30 سنه حتى انا والله استاذ بالحق رغم ما قصدي او كنت دبي لكن الاعمال اللي خدمناها ما شاء الله يعني. وانت لكن انا شفت عفوا استاذ انت متقدم عفوا معلش بحت شو نسمع دقيقه بس استاذ الاخر يعني استاذ مصباح تفضل. في اوفر في التمثيل يعني ممكن نتا الحق كي في شخصيات متوقعتهاش انه هيك مثلا تكون هيك يعني شبحتهم يعني في السنوات الماضيه خزي ومنهم يعني ممكن شفت مشهد يعني. لا شفت مشاهد انا حتى في التصوير كنت معكم يعني في المونتاج ممكن كنت نحضر مع وصف الخوالدي فجماعه قبلوا بلاح فشفت اوفر يعني في التمثيل. كيف اوفر بالضبط يعني ما فهمتش؟ يعني تمثيل يعني في فرق بين تمثيل المسرح والمرئي يعني المجهول. المسرح يعني بتكون تمثيل قديمه يعني مثلا صوت مثلا اعلى ملم وجهك اكثر يعني بروز لسه كلهم انا قصدي منها مش هيك قصدي ما فيهاش مجامله يعني الفن. هل عاجبك ادوار استاذ مصباح في مسلسل طراطيش؟ ولا خلينا نحكي والله الحق تو كان يشكر فيا قبل لا مش انا مكالمه اللي نزلوا في الفيس شنو كويسه. بعد كذا سنة في رمضان قريب في رمضان قريب في رمضان دعيات مش يبوا ناس تشد المشاهد. هو عمل بشات انا سمعتها لكن ما عجبنيش هالبعض بشات مني يعني. عفوا استاذ مصباح بشات مني بشات اللي سمعوه في القناة باللي سمعوه من هم. انا كسمعتها ما يعني ما عجبنيش كبداية وكذا وهيك حتى ما نعرفش استاذ لما تشوف انت تقييم شيك يا استاذ انت مثلا العمل خدمت فيه مثلا بتقول انا عاجبني والناس كلها عجبتني خاص زيادة مش رايك. لا مش وجه النظر هي هو لكن لما خلينا ناخذ فاصل نرجع بعد مشاهدينا الكرام حنمشوا لفاصل ونرجع لكم بعد هذا الفاصل. احمد شنو هيك؟ احمد لا انا متهالي كيف انت؟ احمد عيب قدام الكاميرا قدام الناس. احمد معلش حتى لما قلت لي طراطيش عندي عيب معلش عيب خلي تدعي لا لا معلش او موضوع ما يساعدنيش لا 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 عيب كيف يساعدك استاذ؟ تكلم انا تكلم انت الحين عيب معلش معلش واصل مين ما فيش مجامله اسمع ما تكلمش يكلم فيا الراجل يكلمني انت بعدين تكلم قول لي طول كويت وين 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 صفي النية مش باب ما حسبتش يا احمد تكذب علي قدام المشاهدين تقول لي طرطيش عندي فيه بطوله في الاخير يطلع هو عنده في المسلسل شيطان اللي هو يا احمد من عيب انت مش الضغط في مربوعه مش ولا يا جماعه مش كويس يا احمد ولا انت ولا مش كويس انا بدي اتكلم على روحي لا يا استاذ وانا كويس وانت حصلت لي الكاميرا لا مش قول لي مش ضغط صحه كيف مش ندخل معك صحه طرطيش ما ينفعش تو مسرحيه الحارس هذه هنا مسرحيه الحارس دقيقه بالله عليك عيب بس
بلا ايدي ايدي دقيقه بس عينك عشان مسرحيه انا ما تتكلم الحارس معقوله رياضه هي لما يسلك جو لما يسلك جو والله ما تجي والله ما تجي والنبي ورس والنبي والنبي ما تكلمش علي انا الغلط معلش الغلط انا ما نحبهاش يتكلم سوي اعطيه الميكروفون ويتكلم سبع على نفسه لا قصدي عيب عمري ما سمعت اكيد كان يدير في مشهد الاستاذ ودي مش عارف الغلط هذا الداوي شكرا لك شنو العيب يتكلم على روحه طبعا هم يديروا المشهد تو طلع وصل ما ينفعش ولا ما ينفعش والمصرف ما طبعا احنا على الهواء مش جاي ندرس تتريد علي انت يا صدر على الهواء استاذ استاذ على الهواء صح هاي خلاص خلاص ما تكلمش عليه اتكلم على روحي لا اتكلم عليه جاوب حاضر خلاص كبوك بالله عليك ابوك لما اعطيك انا بتكلم على نفسي بالله لك اعطيني حوار مساحه اعطيني الهواء اتكلم على نفسي ايوه اوكي والحق بيقول رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل تحيه طبعا كان جو غير عادي في الفاصل اكيد كابوكا اكيد لا استاذ مصباح دارونا مشهد بسيط وحيعاودوا تو اعطونا المشهد اللي درتوه لا صديقنا السيد احمد كيف الاستكش استكش بسيط ولا سكتش لا لا السيد احمد هذا من الناس اللي نحترمه ملبى صراحه يعني والله شاب لطيف اكيد اكيد الاستاذ راقي راقي من يوم يوم لا والله بصدق لا والله انت بجديات راقي اللي ممكن حتى توم الشباب الصغار وكذا حتى لما نشوفها يعني نادي ونهدرز عليه وعلى عينته اكيد استاذ وهذا كده يعني طبعا هذا نفس الكلام اللي كان يقول فيه استاذ مصباح في الفاصل وكان شعور رائع جدا وطبعا شكرا لكل الاتصالات شنو كنت تقولنا على احمد كابوكا احمد شاب رائع اخوي مجتهد يعني ممكن ما دخلتش انا في اعمال معينه لكن انتم من الشباب اللي يعني كيف استاذ وانا اشتغلت اشتغلنا اعمال كيف وانا اللي الشاب الطموح هي صراحه يعني. الو السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليك السلام مرحبتين ايوه من معانا طب تقبل هون شويه ضيار سامحينا من معانا معكم نجات من ترهونة مرحبتين بيك نجات شنو اخبارك مرحبتين بيك طبعا عندنا ضيف حلقتنا الاستاذ احمد كابوكا فنان وموهبه ومعنا الاستاذ النجم الكبير والمتميز والراقي الاستاذ مصباح المزداوي نشكر برنامجكم الرائع الحلو هذا الدايره ونشكر محمد قشور مرحبا شكرا لك ونشكر اهلا استماعك الو انا اسمع فيك معنا احمد كابوكا والاستاذ مصباح المزداوي ايوه نشكر الاستاذ محمد نشكره على برامجه الحلوه على التمثيل الحلو والصناعات الحلوه اللي طلعنا بها اها ونقول لمصباح صراحه يزيد من التالق خلاص يا سيدي خلي الشباب اوكي شكرا لك استاذ نجات شكرا لك هو راي عادي يعني اكيد وجهه نظره للشباب بخلوه طبعا تتمنى انت تمثل معاه نوقف معاه هو دقيقه بس لحظه بس هو هذا سؤال ولا كيف خزي ما فهمتش ما نعرفش استاذ لا السؤال. انا السؤال اللي قلت لك تتمنى انك انت تمثل مع استاذ مصباح مزداوي في دور ابنه او في دور خوه او في دور في ابنه ما تجيش حتى يكون بشكل يعني ما تجيش يمكن اقل يعني هذا تمثيل هو انت تو طلبت منه مشهد قال لك لا باش نمثل باه يعني هذا تمثيل نفسه لكن هو يعني مفروض يعني هو مثلا اللي سابق يعني ويقول هو اني مثلا اتمنى مثل معك يعني حناخذوا فاصل مشاهدينا الكرام حنمشوا لفاصل ونرجع لكم بعد هذا الفاصل الاخير شكرا لكم طبيعي لا والله مش طبيعي اعطاني قال لي بس انت عامل شعري يعني انا وشباب ونزي مش طبيعي وقت حاجه لا والله لا مش طبيعي والله ما طبيعي مش طبيعي يا احمد بس مش كنا نتكلموا احنا بشكل لا يقولوا نجيبوا لنا مي بس مش كنا نتكلموا بشكل كويس تو احنا ما شاء الله متعلق غنائي الفايل غنائي انت كنت ضد الحاجه تو انت العامل شرف علاش حطيت احمد كابوكا خدم معايا ما نذكرش والله ما نذكر حتى كيف بدك هو العلاقي مخرج ولا وتقول لي العلاقي بتاع الصحه معقوله انت محمد العلاقي بتاع ما ادري عليه بتاع الصحه انت قلت لي بتاع الصحه ما قلت لك بتاع الصحه لازم ما
مستواه معلش لا 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 انت بتنزل مستواه محمد العلاوي سيد محمد مش نزل يا راجل لكن مش هي هيك المشكله المشكله انه حتى بالاعمال بتاع ما اعترفش بي اني ما نعرفش والله ما نعرف انت من امان اللي ما نعرفش ليه ما نعرفش والله ما نعرفش اول مره تحكي معي هي قصدي ما غير عيب هذا والله يطلع. لا قصدي تو انا اقول حاجه انا ثاني مره نطلع فيه جيب جيب لقاء جيب مساوي جيب مع ناس اللي عندي معاي وخلاص شوف لا شوف قصدي ناس في تمام لا في المثل المفروض لا انت شاب صغير شاب مندفع هدي ايش مندفع استاذ انا دو دو هدي شوي حتى بيطول كلمه قلت لكم بدايه حديثنا كلمه توجه لي هو كلمه هو اسالني سؤال معلش ابوك بالله عليك ولا خليني نصل المصباح وانت بالله عليك بالله عليك لا يا رجل لا انا ماشي زمتكم كيف انا نبي متكلم احنا مش مربوعه بخلي تكمل يكمل مني هاي كمل اسكت وبنسكت بكلمك انت لا مش اسكت آه. ما تسكتش تنبسط بتكلمني معي بني بقول لا مش هيك لا والله يخلي المشاهد والله مش عارف شو ايش الاعمال اللي شكلها اللي مصر ولا بعد بزاف شو هي الاعمال اللي دزاف لا والله ما في حاجه شو هي تنزل كيف شنو هو شنو هم اللي ما تنسوا شنو هاي وضع سهرية قليلة النجوم شوفها شوفها ايه سمعت بها ايه اسمع اسمع طب شو جنتك استحايا كون كتبين كيف استحايا كيف فترة الثانية والثالثة الدور الثاني شو هو لا ما هو موضوع احمد ثورية من اللي ندري عليه هو اول حد طبعا ما تبعش استروكا احنا مش مربوعة بالله عليك احنا في مربوعة احنا في الكاميرا لو انت فيها عارف كيف عارف لا عارف اللي حسيت انا قبل عكس ما بلاش عرفت بلاش توترت بقى مش توترت قصدي اول حاجه هي مش على الهواء كانت على الهواء لكن قصدي مش مخشش لا عندك موهبة كبيرة في انك تكون مذيع